مشاهدينا متابعينا الافاضل، تتواصل التحديات والانطلاقات من ارضية هذا الميدان من تحفة ميادين السباقات، من ارضية ميدان المرموم لسباقات الهجن العربية الاصيلة ضمن مهرجان ختامي المرموم، حيث يجمع الاسماء المتوافدة من اجل الفوز والانتصار بانطلاقات هذه الاسماء بشوطنا ايضا الذي يحمل الاسماء، شوطنا الثاني عشر لفئة الجعدان الحقايق. المسافة هي ايضا الاربعة كيلو مترات، نتمنى التوفيق لجميع ايضا الحاضرين بهذا المسار. ايضا شاهين يتقدم ويقدم لنا شاهين عبيد بن محمد بن ذويب العامري، يقدم لنا شاهين مع المركز الاول في مسار هذا الشوط، يبحث عن الفوز والانتصار. ليقدم لنا شاهين، ليقدم لنا شاهين بشعاره المميز الذي صال وجال في ميادين السباقات، لكن ايضا الاختطاف من قبل ايضا القادم في هذا المسار السفير نايب بن محسن بن راشد الشهواني الهاجري، يتقدم وغير الى المركز الاول. المركز الثالث واصل بهذه اللحظات الفارس احمد بن حمدان بن احمد بالطير العامري، من يتقدم مع انطلاقة هذا الاسم. ايضا الوصول مع شامي عبيد بن احمد بالعرطي المنصوري قادما على المركز الرابع، يقدم هذا الاسم ويقدم شعاره المميز. المركز الخامس تدخل الباز ام عيوب بن حمد بن متعب العامري، يقدم لنا انطلاقة الباز واندفاعاته المميزة. ايضا القادم سراب سالم بن سعيد بن عمان المهيري، يقدم لنا سراب المتسرب بهذه اللحظات، الذي يقدم لنا ايضا القادم خطاف علي بن هزيم بن محمد المسافري قادم بهذا المسار، يقدم لنا هذا الاسم. والطليلي قادم النشمي بن حمد بن متعب العامري، يقدمه على المركز الثامن والمركز التاسع. يتقدم خليفة بن سعيد بن سالم الينيبي، يتقدم ايضا الوصول القدوم بهذه اللحظات من قبل ايضا الشعار المميز من القادم بهذا المسار همام علي بن هلال بن غريب الينيبي قادم. وعاشر المراكز اختم الندى مع اندفاعة حرب سيف بن غاصب بن محمد بن خيلة الاعباري، هذه العشرة المراكز الاولى، العشرة المراكز المتقدمة الباحثة عن الفوز والانتصار من تحفة ميادين السباقات، من ارضية ميدان المرموم الذي يجمع الاسماء ويجمع الشعارات التي لها وزنها وثقلها في ميادين السباقات. لكن عودتنا الى السفير نايب بن محسن بن راشد الشهواني الهاجري، يتقدم على المركز الاول ليقدم لنا السفير، ليقدم لنا السفير مع المركز الاول والكيلو متر الاخير، يستفتح البوابة الاخيرة القادم حرب سيف بن غاصب بن محمد بن خيلة الاعفاري. وايضا وصل القادمون همام علي بن بن هلال بن غريب الينيبي، يتقدم والاسامي بدت بالتسلل. ايضا بالطير قادم، والقادم ايضا القرضاب قادم خلفان بن احمد الحمادي المزروعي. وين الفوز؟ وين الانتصار؟ باللحظات الاخيره بن خيله والشهواني، الامتار الاخيره، الامتار المجنونه. ولكن حرب شنقارات الحرب بالامتار الاخيره ليحقق الفوز والانتصار سيف بن غاصب بن محمد بن خيله العباري. سلامي عليك، يا راعي حرب، انت بالعروض الممتازه رقص بالامتار الاخيره، راح بالفوز وبالانتصار سيف بن غاصب بن محمد بن خيله العباري. سلام لكم يا هالي اللي حر، مساء الخير يا بن خيله.
الخيل مساء الخير على اداء حرب وانتزاعه الفوزي والانتصار. سيف بن غاص بن محمد بن خيله العفاري وسلام يلعل لحر سلام المركز الثاني، وصل باهي راشد بن علي بن نواس المنصور المركز الثالث. اللي وصل على المركز الثالث الغرضاب خلفان بن احمد بن محمد الحمادي. المركز الرابع اللي وصل سراب سيف بن محمد بن سيف بن شوط الاخيلي. المركز الخامس اللي وصل على المركز الخامس اللي هو السفير نايب بن محسن بن راشد الشهواني الهاجري. متابعينا مشاهدينا الكرام، عودتنا الى التوقيت الزمني وساعة وصول ايضا حرب من حقق الفوز والانتصار. 5 دقائق 50 ثانية وسبعة من الاجزاء من الثانية. تهانينا لسيف بن غاص بن محمد بن خيلة العفاري وسلام يليحر سلام على الفوز والانتصار وانتزاع الفوز والانتصار المركز الثاني. 5 دقائق 51 ثانية وسبعة من الاجزاء من الثانية. تهانينا لمالك باهي راشد بن علي بن نويصر المنصوري، مشكوري المنصوري من قدمه مع المركز الثاني. المركز الثالث وصل الغرضاب خلفان بن احمد بن محمد الحمادي المزروعي. 5 دقائق 51 ثانية وتسعة من الاجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.